أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج أخبار البلاد. اليوم مشاهدينا خصصنا حلقتنا لمركز الأمل للصم وضعاف السمع. حيكون عندنا جولة داخلية في المركز ولقاءات مع القيمين عليه مع بعض أولياء الأمور، ولكن هذا كله بعد البلديات. في الخبر الأول، بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء. الدولار الأمريكي 6 دينار و150 قرش، اليورو الأوروبي 6 دينار و450 قرش دينار ليبي. أعلن المجلس المحلي لبلدية تورغة الأربعاء عن أسماء ومواقع الجمعيات الاستهلاكية التابعة له والتي ستوفر السلع الأساسية لنازحي تورغة في طرابلس ومحيطها على النحو التالي: جمعية المصالحة ومقرها مخيم طريق المطار ببوسليم، وجمعية الترقي ومقرها مخيم الفلاح واحد، وجمعية الرحمة ومقرها مخيم الأكاديمية بجنزور. ينظم مكتب الرعاية الصحية الأولية التابع لإدارة الخدمات الصحية بترهونة حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري بجميع مراكز التطعيم ببلدية ترهونة. وأوضح مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بترهونة سالم المزوغي بأن الفئة المستهدفة لهذه الحملة هم الأطفال من عمر يوم إلى سن ما قبل دخول المدرسة. نظمت المنظمة الليبية لأمازونات ليبيا جلسة حوارية عن العنف ضد المرأة وكيفية مناهضته، وذلك في المعهد العالي للعلوم الطبية بمنطقة الفيهات الغربية. وقالت رئيسة المنظمة سيدة خديجة بسيكري أن الأخصائية الاجتماعية فتحية المحجوب ألقت محاضرة تناولت فيها أنواع العنف وكيفية مناهضته ورصد المعنفات. صدر مؤخرا عن جريدة الأيام كتاب جديد بعنوان سيرة أب صورة وطن، وهو بيوغرافيا للكاتبة الإعلامية الليبية فوزية الهوني، تناولت فيه أهم المحطات في سيرة والدها الوزير السابق والإعلامي القدير أحمد الصالحين الهوني مؤسس صحيفة العرب الدولية بلندن. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة ضيف وملف. برنامج أخبار البلاد ركز في حلقتنا اليوم على فئة الصم والبكم، كيف يتم الاهتمام بهم، شنو هي طرق تدريسهم، وين يدرسوا، شنو هي فرص العمل المتاحة لهم، ليش ما نشوفوش فيهم في الشارع وفي مراكز العمل في مؤسسات الدولة، هل الإشارات اللي تهمهم موجودة في الأماكن العامة عشان ترشدهم إلى طريقهم؟ طيب حاليا وين يدرسوا، خاصة أن مقر مركز الأمل للصم قاعد في منطقة اشتباكات؟ طيب شنو هي فرص العمل المتاحة لهم بعد ما يقروا ويكملوا دراستهم، خاصة إن ما عندهمش فرص للتعليم العالي؟ تابعوا معنا جزء حلقتنا اللي صورناه في مركز الأمل للصم وضعاف السمع، وصدقوني حتى فاجئوا من كثرة الإيجابية والحب الموجود في المركز. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة من برنامج أخبار البلاد. خصصنا هذه الفقرة لمركز الأمل للصم وضعاف السمع. هذا المركز تنقل من مدرسة لمدرسة، والآن موجود في مدرسة شهداء جنين في منطقة بوهديمة في بنغازي. الطلبة تأثروا يعني في فترة الحرب اللي فاتت، تأثروا واجد، توقفت دراستهم. حنسلطوا الضوء اليوم عليهم، حنسلطوا الضوء على أولياء الأمور، خاصة أن هم يتنقلوا من مكان بعيد، يعني في مناطق يعني تصل المسافة إلى 50 كيلو، يجوا عشان يدرسوا أبنائهم في مدرسة الصم والبكم مركز الأمل للصم وضعاف السمع.
مشاهدينا الكرام، نبدأ لقاءاتنا مع الأستاذ علي شوبي وهو رئيس القسم التعليمي بمركز الأمل للصم وضعاف السمع. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم ومرحبتين، شرفتونا. أستاذ علي، في البداية المركز يعني عانى مشاكل واجد، خاصة أن المركز من قبل كان في منطقة اشتباكات، فالسنة اللي فاتت كانت سنة يعني قصيرة بالنسبة لكم، يعني تقريبا أشهر، والسنة هذه توك بديتوا التعليم الحقيقي يعني نقدر نقوله، فالتنقل هذا كيف يأثر على الطالب، وفي نفس الوقت ليش الصعاب اللي واجه فيهن مركز الأمل؟ والله هو ما يخفش على حد ان المركز طبعا يقع في منطقة الاشتباكات ومنطقة، وطبيعي ان بعدها عانينا مشاكل، ويعني نتذكر لما طلعنا من مركز مقر المركز الرئيسي في العام الدراسي 2013، خذينا عام بعدها ما اشتغلناش او ما فتحناش مدرسة نظرا لظروف مدينة بنغازي وقلة المدارس الموجودة فيها، لكن بهذه الظروف هذه كلها ما اخفيناش يعني او ما تكاسلناش او ما تقاعدناش، بدينا نبذل بجهود ونتحرك كاسره مركز، والحمد لله بفضل الجهود والتعاون من الجميع في عام دراسي خذينا مدرسه تجربه الطاقه في الحدائق، وكانوا مشكورين في تعاونهم معنا وفتحوا لنا المدرسه، خذينا فيها عام دراسي اقصر من القصير. كم يعني مت؟ مت هذا العام الاول خذينا مت حوالي شهر، بعدها يعني نفس ما انطبق على مدينه بنغازي في التعليم العام طبق علينا، خذينا شهر او اقل مراجعه، وبعدها خضعنا الامتحانات. جاء العام الدراسي اللي يليه اللي هو 2014/15، عودنا الكره مع مدرسه تجربت، وكانوا بنفس الوقت مشكورين، اتاحوا الفرصه للمره الثانيه واشتغلنا عام دراسي يعتبر كامل، يعتبر كامل في الزمن لكن قصير في الحصيلة في التوقيت، لأن فترة كانت قصيرة يعني، ويوم بعد يوم نظام الدراسة يوم بعد يوم، يعني كنا ندرس 3 أيام في الأسبوع وثلاث ساعات في اليوم، وثلاث ساعات في اليوم، لكن بالحمد لله بتكاتف الجهود تغلبنا على هذه الصعاب ومشينا العام الدراسي ونسبة ممتازة، وخير دليل أن طلبة الشهادة الثانوية عندنا امتحنوا على مستوى المنطقة الشرقية في مدينة البيضاء، وكانت نتائجنا جيدة ونسبنا عالية. خذينا بعدها العطلة الصيفية، ما يعني قعدنا هذه عطلة الصيفية اللي فاتت فقعدنا كلنا نسعى خلال العطلة بالتعاون مع بعض، ونسعى لإيجاد مدرسة أفضل في السعة أو في التوقيت، والحمد لله التجأنا لله ثم لمديرة المدرسة الأبلة مريم الدرسي، مشكورة جدا على إتاحة فرصة أمامنا، وجينا لما طيب أنتم طلعتوا من المدرسة اللي فاتت عشان مشكلة أن هي يوم بعد يوم، ولا يعني في كلية أخرى أو في جهة أخرى أخذت منكم المدرسة؟ لا، نحن طلعنا على أساس أن هي المدرسة يوم بعد يوم، وفيها يعني عدد الفصول كان فيه نقص شويه، يعني ما خذيناش، كانت المدرسه مش مناسبه، مش تقول مش مناسبه للتوقيت او للعدد اللي عندنا، فجينا لمدرسه شهداء جنين اللي ترأسها مديرتها الأبلة مريم، يعني اتاحت لنا الفرصه ورحبت بينا، ودرنا اجراءاتنا المعتاده الروتينيه الاداريه اللي ما بين التضامن والتعليم، ومشكور حصلتوا على المدرسة، مشكور التعليم وتحصلنا على المدرسة، وبدينا العام الدراسي فعلا يعني بدينا متأخر شوية نظرا أن المدرسة كانت فيها شوي صيانة، ونحن كنا مش مرتبين أمورنا، يعني تو بدينا العام الدراسي لنا حوالي 20 يوم كهي، ونقول الحمد لله إن شاء الله يعني تكون بداية موفقة. في بعض النواقص يعني في المنهج مثلا زلنا ما قدرناش نصوره ونوزعه بالكامل على بس حكيت لي قبل ما نصوره ان اول مره تحصلوا المنهج يعني كامل للصم والبكو، لاول مره هو يطبق طبعا على مستوى المنطقه بالكامل، هو منهج خاص بالصم والبكم، وجانا من هيئه التضامن، لكن ما زلنا نحن نعاني في مركز الصم بقله امكانيات ان نحن نتمكن من تصويره على كل الطلاب ولكل المدرسين، يعني هذه هي المعضله اللي هي عندي في المنهج الوقت الحالي توه. نحن طبعا الحمد لله بفضل
ان انشانا معهد عالي او مركز عالي للتعليم الاصم، يعني لو يجهز سريعا المركز اللي في منطقه القوارشه نقدر نبدا حتى في المعهد العالي ويكون درجه الجامعه وتتاح فرصه تعليم اكبر لهذه الفئه، وان شاء الله ربك يوفق الجميع ونتمنى ان نكونوا عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. شكرا لك استاذ. نشوفه مع بعضنا في فصل ثالث ابتدائي، طالبة تقري فيهم في العشرات والمئات والأحد، وشوفوا الطلبة كيف متجاوبين معاها، هذا دليل على النباهة والذكاء، ومبسوطين في الدرس يعني مش متضايقين، يحسين أن المعهد هذا بيتهم الثاني. شوفوا الطلبة كيف جاوبوا، حرين يصبي يقمعز، يعني ما فيش خوف من الأستاذ وفي انضباط في نفس الوقت. هذا درس رياضيات للفصل الثالث ابتدائي. لكن المشكلة ما زالت موجودة أن في فرق في الأعمار بين الطلبة، هذا دليل على أن الأهل ما يجيبوش في طلبة يعني أولادهم في الوقت المفروض أنهم يدخلوا فيه في المدرسة. نشوفوا في طالبة تحاول تحكي لي، بس نحاولوا حنحصلوا حد يترجم لنا. في القناة تشوف يعني تشوفي فيها في القناة هكي قالت يا أستاذة؟ ها؟ قالت شنو؟ عوديها لكن شوفي كأنه ماما. أنا وماما. بيت تحبيني؟ شكرا. يعني تفرج عليه. مشاهدينا، نحن دخلنا في فصل ثانية تمهيدي، عندنا طالب إسلام وبشرة، حنعرفوا بس شوفوا بس الجمال كيف كاتبين الحروف. لازم ما هنتي كتبتيها؟ هذا حرف الذال. ذال. حرف حلو. جميلة، بعيونها سمح. كيف نقول عيونها سمح؟ ما شاء الله عليها، ربي يخليها. هذه من طالبات الممتازات يعني اللي عندك. يعني نشوفوا مشاهدينا طالبة كم عمرها تقريبا؟ 8 سنين، تقرأ في سنة ثانية تمهيدي، يعني نقدر نقول الطالبة هذه ماشية تمام صح؟ كويسة، نموذجية يعني، بادية 6 سنين وتوا في السنة. تمام، كويس بك. أنها ما شاء الله. طالبة كذلك، شن اسم هذه؟ ليلى. الأب أصم والأم ما شاء الله، خطهم جميل بكل سنة ثانية ابتدائي، يعني لاحظوا كيف الخط جميل، كيف منظم. الحروف لازم يكون ملونات عشان يلفتن النظر. ما شاء الله، طالبة عيونها جميلات حتى هي. كيف نشوفوه؟ كان نشوفوه؟ شوفوا. ما شاء الله. فهمت. لاحظنا استاذ علي ان في الفصل فيه مساعد مدرس وفيه المدرسة، يعني في البدايه شنو وظيفتها مساعد المدرس؟ والمدرسه كذلك يعني كيف ممكن ان هي تكون مدرسه للفئه هذه؟ هو نحن طبعا الان موجودين في فصل سنه ثانيه تاهيل ما يعادل المرحله الثانويه في التعليم العام. الماده طبعا او الحصه اللغه العربيه. في نظام تعليم فئه الاصم او الاعاقه بصفه عامه ضروري من وجود مدرس ومساعد مدرس على اساس ان المدرس
المساعد يكون معاون للمدرس في السيطرة على الطلاب على الفصل. زيد عن ذلك نعتبر فيها نحن من باب التعليم وإعداده على أساس بعد سنة أو اثنين يكون مدرس رسمي. لكن يعني في خطة تعليم الأسم متواجد المعلم ومساعد المعلم، لأن المعاق أو الفئة تحتاج لرعاية خاصة ووضعية فصل بوضعية خاصة. نحن لو موجودين في معهد الصمت ستجد الفصل على نظام سداسي، مش بالوضعية اللي توا باش يكون، لأن الأسم يعتمد على النظر والتعليم يعني المدرس يعتمد على الإشارة، فضروري يكون الطالب والمدرس في مواجهة بالكامل، ما يكونش واحد وراء واحد، يكونش الرؤية محجوبة عليه. طيب يعني المدرسة باش تكون مدرسة للفئة هذه، هل محتاجة لدورات خاصة، محتاجة أن هي تكون مثلا متخرجة من معهد معين، ولا بس تخرجها من معهد المعلمين يأهلها أن هي تدرس الفئة؟ مش يأهلها، هي طبعا تملك طرق التدريس، تملك الموهبة، تملك القدرة، المؤهل العلمي، هذا ما يتنازع شيء الدين، لكن نحتاج لتأهيلها في الفئة وتعلمها للغة مثل الإشارة وتعاملها مع الأصم. يعني يفترض أن يكون في تعليم في الجامعات، يكون كليات خاصة بطريقة تعليم الفئة الخاصة أو التربية الخاصة يطبق عليها. نحتاج فعلا لدورات سواء داخلية هل توفروا في الدورات هذه؟ والله بحسب إمكانياتنا داخليا نحاول بقدر الإمكان، يعني قبل بداية العام الدراسي نتيح في فرصة دورة بالذات للمدرسين الجدد، لكن ما نعتبرش فيها كافية بالدرجة أنك أنت تهيئ بها مدرس يقدر يتعامل مع معهد في معهد الأصم وتعتمد عليه أنت ك مدرسة. طيب أستاذ علي، الطلبة يعني نلاحظوا فيهم ما شاء الله نبيهين وكبار، هل لما يطلعوا من المعهد يدخلوا الجامعة على طول ويدرسوا فيها، كيف الوضع؟ لا، هو للأسف أنه طبعا في ليبيا لغاية اللحظة هذه ما وصلناش بهم لمرحلة الجامعة، لكن احنا على فكرة يعني العام الدراسي الحالي اللي هو 16 اقترحنا فكرة وحصلنا عليها موافقة من الهيئة بإنشاء معهد عالي، يعني يكون بمثابة مستوى الجامعة، لكن نظرا لوضعنا وإمكانية الدولة وإمكانية البلاد ما زلنا لعند الله تأخر الخطة، تأخر يعني نحن سعيين بإذن الله وبقدرة قادر أن ممكن يكون بداية السمستر الأول بالمعهد العالي يكون في شهر 2 القادم إن شاء الله. يعني نلاحظوا أستاذ أن طلبة كبار شوية في الحمر 5 ابتدائي، شنو السبب؟ السبب طبعا هو تعليم فئة الأصم تختلف اختلاف بسيط عن التعليم العام. أولا هو الطالب ما يجيش من الأسرة، مش الأغلبية لكن نحن نحكم بصفة عامة، أن ما يجيناش في المرحلة سن الدراسة اللي هي 6 سنوات. أحيانا بالذات الطلبة اللي هم يجوا برا من مدينة مغازي، مع احترامي للناس اللي تسكن برا من مغازي، يجيك يعني متقدم شوية في السن، كبير شوية، كبير شوية كم يعني تقريبا؟ يعني عادة يجي 7 مثلا، يجي 6. ما نقولوش نحن كبير واجد، لأن ما تقدرش تمشيه مع الطلبة اللي معه، بالإضافة أنه ياخذ سنتين تمهيدي. طبعا الطالب خاضع لعملية رسوب ونجاح، ربما يتأخر لك سنة أو اثنين في مرحلة قبل ما يوصل، مثلا ممكن نقول مثلا الطالب تأخر سنة رابعة يمشي عليه عام كامل، فهذا السبب. لكن نحن سعيين ان شاء الله ان يكون فيه، يعني في رايك ان في نقص في التوعيه بالنسبه للاهالي، خاصه لما يكون عنده فئه يعني هو مش معاق، هو انسان فاقد حاسه من الحواس، فاقد حاسه طبعا تعتبر من سلطان الاعاقه الاصم. لكن كما انا طبعا بحكم اخصائي اجتماعي وخبرتي في المجال، تحس ان المجتمع الليبي مجتمع ضيق مغلق، يعني يتحشم او يحس ان شخص معاق حاجه عيب يعني بدسها، فما حاول ما يطلعش للمجتمع بسرعه، وما او هو في نفس الوقت مش قادر يتعامل معه، يقول لك والله هو توكي بيتعامل معه فخليه قاعد وياكل ويشرب لكن الحمد لله ان شاء الله نسعى ونحن والاعلام ونحن والناس المتخصصه والمسؤوله ان نقدر نوصل ونوعي الاسره ونوعي الطالب ويعني الحمد لله بدا في انفتاح يعني عن السنوات الفائته. يعني تحس ان في بدايه يعني مثلا ازدياد في العدد؟ والله فيه يعني، ولا على استحيائك الازدياد؟ مش هذاك الاستحياء ولا هذاك الزياده، يعني في دائما في الوسط
ان شاء الله نقولوا ماشيه الامور تكون للاحسن ان شاء الله. خلاص نستمر نشوفوا باقي الظرف. ايوه عندنا لقاء مع الأستاذة نادية العوامي وهي رئيسة المكتب الاجتماعي في مركز الأمل للصم وضيعة في السماء. أهلا بك أستاذة نادية. أهلا بك. أهلا وسهلا. أستاذة نادية في البداية يعني لاحظنا أن في مشكلة اجتماعية يعانوا منها طلبة الصم والبكم، كيف قادرين إنكم في المركز تحاولوا إنكم توعوا الأهل بضرورة الدراسة، ضروري إن الطالب يدخل في الـ في الـ في الـ في الـ يعني في عالم المدرسة، كيف يعني كيف تشرحي للأسرة إن المدرسة هذه حاجة ضرورية جدا وطالب اللي عنده مشكلة في السمع أو في الحديث كيف أي طالب آخر محتاج للمدرسة كيف ما محتاج لأسرته؟ تمام أكيد. طبعا الطالب الأصم هو كيف الطالب السوي عبارة أنه هو إحنا نسمه فيه فاقد حاسة من الحواس، لكن قدراته العقلية قدرات سليمة، لأن من ضمن شروط القبول اللي إحنا نقبل بها الطالب أن يكون الطالب ما عندهش ازدواجية إعاقة، أي أن ما يكونش أصم أبكم وعنده إعاقة تانية زي تخلف عقلي زي التوحد زي أي إعاقة أخرى مصاحبة. فهذين الأمور هذين ما نقبلوش فيه، نقبل الطفل اللي يكون قدراته العقلية سليمة. تمام. بمجرد ما يبدا البدايه العام الدراسي يبدا بمرحلتين، احنا تختلف طريقه التدريس زي ما كنت ما وضح لك الاستاذ علي عن التعليم العام باعتبار في مرحلتين تمهيديات بعدين يدخل الطالب الصف الاول ابتدائي. لكن احنا هنا الاساس طبعا الاسر، في من الاسر المتعاونه معنا جدا جدا في ان هي ساعيه لانها يتعلم اطفالها، ساعيه ان هي تطلع بالطفل للاصم للمجتمع الخارجي، وبالتالي من خلال المركز هم هذا مكانهم الوحيد اللي طبعا يتعلموا فيه وياخذوا فيه دروسهم. لذلك تجد أولياء الأمور متعاونين بصراحة الأبعد حد معنا، وبعض أولياء الأمور في مش كلهم للأمانة في قصور بسيط في أنك أنت كيف توجه ابنك، كيف تعلم ابنك، كيف التعاون برضو بين الأسرة والمركز. محتاج الطفل الأصم الدعم النفسي كيف أنه يتجاوز المرحلة هذه، كيف أنه يتخطى صعوبة. حتى الأسرة نفسها راهو مع العلم أن في أسر وفي أمهات كانن يجن للمركز محتاجات بعض الإشارات، فقدت الإشارة، التواصل بينها وبين ابنها، فكنا نحن نسعى نحن ندير ندوات بسيطة للأم كيف هي تأخذ تعامل مع ابنها. بالضبط مع ابنها. أحيانا الأمهات يجن في مرحلة الابنة بالذات، أنا أخص لك بالإناث، في مرحلة سن المراهقة تواجهها صعوبة أن الابنة متمردة على الأم، أن الابنة منطوية الفترة الأخيرة، أن الابنة حزينة تعاني من ظروف معينة، فنحن نحاول بقدر الإمكان نقول لك برغم حتى نحن عندنا يعني حضرتكم في المدرسة أكيد حتى الظروف المادية مأثرة عليكم المواصلات، يعني هل المركز ولا صندوق التضامن يوفر لكم في المواصلات بحيث أنكم تأدوا يعني عملكم على أكمل وجه؟ لا والله للأمانة بصراحة المواصلات سنين الأولى من بداية المركز أو بداية حتى أنا عملي فيه كان في مواصلات، لكن السنوات الأخيرة للأسف صراحة ما فيش مواصلات. كان حتى المدرسات نفسهم حتى هيئة التدريس نفسها كان يعانوا من مشكلة المواصلات. حكيتي لي أستاذة نادية أن حضرتكم عندكم جانب اجتماعي آخر، يعني حتى مثلا الطالب لما يتخرج يقعد يدور على عروس يجي هنا ياهي ويحاول أنه هو ياخذها حتى هي تكون يعني فاقدة حاسة السمع لأن تتوفر الإشارة، فعلقينا على الموضوع هذا. طبعا يعني حالات واجدة للأمانة، طالب لما يتخرج والأسرة جيل هي الأب ولا الأم ويجوا يقولون لنا نحن أنتم باعتباركم أنتم تعاملوا مع الصم الشريحة هذه تشوفيني يا ريت تشوفي لي يعني من البنات، فنحن كنا نوافقوا حقيقة كنا نوافقوا، وحالات واجدة يعني نقول لك في العام الدراسي ممكن ثلاثة إلى أربع حالات جواز أو خطبة تم، يعني تو أنا حاليا شهر تو اثنين عندي عرس حتى هم نفس الشباب اللي معانا، فالجانب هذا نحن نسعى له ونحاول نوفقه فيه لأبعد حد بصراحة. طيب بالنسبة للمجتمع هل يتقبل البنت لما تكون صماء؟
هل يتقبلها مثلا في المجتمع او لا؟ لا اكيد مجتمعنا اصبح واعي لدرجة كافية، خاصة انا نقول لكم ما زلت نكرر فيها ان الاصم شخص سوي قدراته العقلية، وبالعكس هو يمتاز بالذكاء، يمتاز بالفطنة، يمتاز بالجوانب سبحان الله. يعني ربي خذ منا شيء معين، خذ منا حسة السمع والنطق، لكن عوضه بامكانيات اخرى. حسة النظر عنده قوية جدا، لذلك هو يلاحظك من سمات وجهك، حتى تعبير وجهك، سواء كنت حزينة والله مبسوطة يشعر بها. لما كنا في الفصول يعني في وحدين عرفوني، يشعر بها الأصم، يعني عنده فطنة وذكاء، حتى يتفرجوا على التلفزيون، وممكن حتى من حركة الشفاة يفهموا. هم أكيد من تعبير، أنا قلت لك تعبير وجهك يفهموك، يا بال حركة الشفاة لما تنطقي أي حرف كان عن طريق الشفاة أكيد هم حيفهموك. لذلك هم اللي يعتبر زي ما نقول، احنا زمان كانوا يقولوا سلطان الإعاقة، يعني إعاقتهم عن الإعاقة الثانية هم من أسهل العقاد، بس يبوا من يتعامل معهم بالإشارة. يفترض المجتمع يعرف كيف يتعامل. نحن نسعى حاليا إقامة دورات في الإشارة للمجتمع الخارجي، يعني لما موظف كيف يتلقى عندنا الإشارة، موظف كان في جوازات ولا في مصرف عام ضروري يتعامل مع الفئة هذه، لازم يتعلم. نحن نسعى حاليا حاطين خطة بإذن الله على أساس إحنا دايرين دورات للأشخاص العاديين اللي هم الموظفين اللي في الدولة، ان هم ياخذوا اشاره في نفس الوقت مطويات وكتيبات. يعني يفترض نحن نسعى اكثر باش نوصلوا للطفل هذا للمجتمع الخارجي. طيب لو كان في اكيد طبعا طلبتك قاعدين يتفرجوا عليك توا، فشن تحبي تقولي لهم بلغه الاشاره؟ اكيد انا ابله ناديه وهذه اشارتي. انا طبعا احبهم كلهم الصم، وانا من زمان فتره طويله وما نتخلاش عليهم، باذن الله حنكون معاهم لاخر المشوار باذن الله. شكرا لك استاذة نادية، شرفتينا اليوم في برنامج اخبار البلاد. مشاهدينا الكرام، عندنا لقاء مع الاستاذ الفنان احمد بوفردة، وهو رئيس قسم النشاط في مركز الامل للصم وضعاف السمع. اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ احمد. يعني سمحنا بنجلس وحدك شويه. يعني النشاط بالنسبة للصم والبكم شنو أهميته؟ يعني هل هو مهم إنه يكون عندهم نشاط يعني مسرحي، نشاط مثلا رياضي؟ هل هم يعني محتاجين أكثر من يعني نقولوا الأطفال الطبيعيين أو الشباب الطبيعيين، ولا يعني بطريقة متساوية؟ هي النشاط عامة في جميع المؤسسات التعليمية يعني شيء مهم جدا. اولا باش نخلقوا من خلال الشباب والاطفال والبنات، نشوفوا الشباب اللي عندهم المواهب في جميع الانشطه الرياضيه والعاب القوى والجري والطائره والتنس والمسرح. وهذه مؤسسه عريقه وتعتبر من الستينات، واسسوها شيابنا الله مغفر لهم ارحمهم، الناس من خيره رجالات بنغازي. أنا لا أذكر الأسماء لأني خاف ننسى واحد، لكن هو تأسس الصم في شارع البزار في بنغازي، وفي الستينات، وبعدها انتقلنا لجمال عبد الناصر، وبعدها انتقلنا لقوارشة، وها نحن الآن أمامك ننتقل من مدرسة لمدرسة ومن مؤسسة لمؤسسة باش نقدر نوصلوا رسالتنا كيف الأسوياء. هل النشاط مثلا مستمر في المدرسة ذلنا، ولا بسبب ضيق الوقت يعني 3 ساعات بس أثر على نشاط الطلاب؟ هي طبعا هو تو الفترة الحالية هذه فترة استثنائية يعني، والنشاط مصاحب لكن مش بنفس الزخم وبنفس القدرات اللي كنا نشتغلوا من خلالها. عندكم نشاط جديد يعني الأسبوع الجاي، لو تقدر تحكي لنا عليه. حاليا طبعا في بداية العام الدراسي ونظرا لضيق الوقت، ونبوا نديروا احتفالية بسيطة بمناسبة المولد بإذن الرحمن الرحيم، وبمناسبة افتتاح العام الدراسي، بمناسبة كتابنا الجديد اللي أول مرة ممكن استاذ علي حكاكم عليه، اول مره يكون عندنا كتاب خاص بالصم والبكم. فقلنا ان يعني خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله نبغى نقدم احتفاليه بسيطه صغيره اذانا ببدء العام الدراسي، وحيكون عندنا اعمال متتاليه، لكن حاليا مسرح ما خدمنا شيء لان الوقت ضيق ونكثفوا. الفئه هذه هل تحتاج وقت للتدريب؟
يحتاج وقت يعني مكثف؟ طبعا بالنسبه للسم والبكم بالذات يسمعوا ويفهموا، قصدي يفهموا بسرعه وينسى بسرعه، ولذلك مهم جدا انك تكرري الايماءة او تكرري الدرس مره واثنين وثلاثه الى ان توصلي معهم النتيجه. شو يأثر على نفسيتهم خاصه لما يكونوا موجودين قدام اهلهم واصحابهم في المسرح ويديروا العمل يعني اللي ملفت للنظر، شنو يأثر عليهم نفسيا؟ انا ما حد يقول لك على الكلام هذا الا انا، لاني انا الفنان مكافاته كلها في الدنيا هي التصفيقه، والناس لما ينبسطوا من خلال العمل اللي قدم هم نفس القصه، يعني تجديم سعداء لدرجه انه يقعدوا فخور بنفسه وفخور بعمل اللي قدمه. معنا استاذ معاذ بعيو وهو احد اولياء الامور، اهلا بك استاذ معاذ. استاذ معاذ يعني لاحظنا وجودك في يعني تقعد في سيارتك ولا في يعني في الفناء الخلفي للمدرسه تستنى في ابنك. بلادنا المحادنة هي مدرسه طبعا نحن قاعدين فيها مؤقت. طبعا قاعد في سياراتنا خلف. ليش المضطر انك تقعد في سيارتك تستنى ابنك مثلا من الساعه 2 لل 5؟ اول شيء ما عندناش مقر يعني اولياء الامور هنا. ثاني شيء المواصلات، عمليه المواصلات زحمه والطريق تقعد ماشي جاي فهمت؟ فنضطر نراجعوا من نروحوا بهم. من الاثنين للخمسه تستناه طالب نين يكمل دراسته، وعندك من هي على حسب علمي بنوته. يعني بنوته؟ اه شنو اسمها؟ سرور. سرور. طيب بالنسبه لي يعني في البيت هل يعني عرفت اول ما عرفت ان هي عندها مشكله الضعف السمع هل بديت يعني مع في المعهد على طول؟ هل في تاخير للبنيه في الدراسه؟ لا بالنسبة للسرور يعني كانت تنعالج فيها في أول شيء، عالجتها بجميع الطرق، فهمت؟ عديت بها المصر، عديت بها طرابلس، عديت بها وصيت لها على علاج من الدكتور الهاشمي أجلنا يجي. شنو مشكلتها هي؟ هي مشكلتها عند الضعف العصب، العصب السمعي. شنو سببها؟ يقول من عند الله يعني من الولادة. باهي وبعدين؟ لعادة سجلتها في المحل ما شيء لها وضع. أمتى سجلتها؟ كم عمرها كان؟ كان عمرها 6 سنين. يعني في الوقت المفروض تدخل فيه المحل وتوا سنة كم؟ قريتها في مدارس خاصة. وأنا ما باش يعترفوا بي الشهادة تاع مدارس خاصة. بلغتهم كل شيء من في بوهديمة قريتها كانت في مدارس خاصة بوهديمة. بالصم حتى هي. أيوة ما اعترفوش بينا يعني التقرير الخاصة. قالوا لازم ننحى شهادة النحو. فاضطريت اني نسجلها في المعهد. هل يعني التدريس في المعهد نفس المدرسه الخاصه ولا في فرق في الجوده؟ بصفه عامه نفس التدريس يعني. نفس نفس التدريس نفس الاشاره هم طبعا اللغه بتاعها معروفه يعني فاهم؟ لكن المنهج يختلف ولا نفس المنهج؟ لا المدرسين يختلفوا توا بالنسبه للدوله اللي جنبنا تونس مصر كان افضل في واحدين من هنا عد مصر افضل من هنا يعني. في قرايتهم وفي وعندهم مستوى اعلى من هنا. نحن توا خلاص لما توصل مرحله معينه تعلم مثلا الحام والله صنعه ثانية خلاص ما عادش يزيد فهمتي، لكن هم عندهم غادي ممكن هو جامعي يخش في الجامعه عادي. والله هنا ما فيش في ليبيا للاسف شيء ما فيش، ما عندهمش مجال مفتوح بك في حاجه كيف حتى العمل تو اللي هو عمل مقدم فيه ما يحصلش، صعب انه يحصل عليه الا بواسطات ومعارف باش يحصل عمل في الحكومه. يعني حضرتك تقري في بنتك وعارف ان يعني فرصها بعدين ضئيله جدا. شنو انا تو اللي نقري فيها هدفي شنو؟ ان تتعلم القراءه والكتابه باش تتعامل مع الناس، هذا الغرض بتاعي يعني بس. لكن ما فيش طموح اخرى باش تطلع دكتوره او مهندسه او محاميه وما فيش شيء هذا. ليبيا ما فيش. طيب شو نتمنى من يعني المسؤولين من اللي القيمين على المركز اللي يعني حتى الموضوع هذا يعني المفروض تهتم به دوله. دوله معروفه هذه ما مش فرض يهتم به فرض شو بيدير؟ شيء ما يدير ما شكله شيء نحن مجرد كلام ونعطوا فيه تنبيه لهم بس باش يشعروا حد الناس اللي عندهم عاقين وعندهم تو بنتي هذه يعني انا اتمنى انها تقعد دكتوره تقعد اي حاجه كويسه في البلاد لكن الله غالب. ما فيش شيء.
مثلا في المعهد يعني في خطط ان هم بيبدوا يديروا في يعني معهد يكون عالي يعني وازي الجامعه. نتمنى من الدوله فهمت من المسؤولين يجيبونهم مدرسين حتى من مصر، بس دول ما جنب مصر يدرسون، طاقم مصر يجي يدرس رقاد الرياح اللي بلكي يستفيدوا منها. ما نبوش يعني نطلعوا بهم برا ولا نقربهم برا، انا يجيبوا لهم هم اللي يجيبون هذه بس مدرسين على اساس يتعلموا بس. انا كله هذا كله غرضنا نبوي يتعلموا علم فقط، هذا يطبقنا لهم. للاسف ما فيش شيء، المسؤولين اللي مقعد على كرسي يبرم بيه وخلاص. شكرا، كلمتنا هذه توصلنا ان شاء الله. شكرا لك أستاذ معاذ. مشاهدينا يعني بجموع الأستاذ معاذ ولي الأمر، حبينا أن نحن نختم حلقتنا اليوم من الباركين بتاع مدرسة شهداء جنين اللي واخذها معهد الأمل للصم وضعاف السمع. ننتقل الآن إلى الاستوديو. في العالم مشاهير وهم لا يسمعوا ولا يتكلموا، لكن نقول بيئة الحاضنة لتدعمهم. عندنا بيتهوفن موسيقار ألماني جنسية مواليد عام 1770 اللي أصبح أشهر موسيقي في العالم، ويلقبوا فيه بأبو السيمفونيات. أصيب بالمرض لما كان شاب، ومع ذلك أبدع في مجال التأليف الموسيقي، بالعكس ألف أروع مقطوعاته بعد إصابته بالصمم. أصيب بعدها بعدد من الأمراض المزمنة، ولكنها ما وقفتش عن مواصلة ما يطمح إليه. شوفوا مشاهدينا، من سنة 1770 نحن سنة 2016 وما زال في أهالي يرفضوا أنهم يعلموا أولادهم في الوقت المحدد. بيتهوفن كان أصم، لكن قدر يوصل صوته من خلال الموسيقى، وصله للناس اللي قدرت تسمعه. نحن قدامنا مواهب واجدة تصرخ قدامنا، لكن للأسف ما زلنا مسكرين وذاننا وما نبوش نسمعه إلا صوت أنفسنا. شكرا للمترجم عماد العقوري اللي صاحبنا في حلقتنا اليوم. مشاهدينا مع السلامة في حلقة جديدة من برنامج أخبار البلاد.